بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عبد الله الكسوان من فريق السيفل تيم اللجنة الأكاديمية. إن شاء الله راح نكمل موضوع الماتريكس اللي هو الجزء الرئيسي في الماتريكس اللي هو لينير سيستم اوف إيكويشن. حكينا سابقا عن عدة مواضيع فرعية ومشكلة مشكلة في مش في المواضيع، المواضيع كثير سهلة بس مشكلة الطلاب عندنا بيغلطوا فيها، لأن الطالب ما بجرب يحل بإيده إلا داخل الامتحان، فلازم انت تمرن ايدك على الحل قبل الامتحان. فالمادة كثير سهلة وحرام تخسر علامتها. نبلش في الموضوع الرئيسي اللي عندنا في الماتريكس. solve the system. حكينا linear system equation بكون متكون من عدة متغيرات، وبتكون عدد المعادلات تساوي عدد المتغيرات. فهون مثلا عندنا متغيرين x و y، بكون عندنا معادلتين، عشان كل معادلة تحتاج متغير حتى نوجدها، كل متغير بيحتاج معادلة حتى نوجده. فحكينا عشان تكون السيستم لينير لازم كل ما يكون عندنا متغيرين مضروبين في بعض، وما يكون في متغير مرفوع لقوة، كل المتغيرات تكون مرفوع لقوة واحد، يعني ما يكون عندنا اكس تربيع او اكس تكعيب، وما يكون عندنا اكس ضرب واي، هيك بصير نون لينير. وحكينا انه وجود معادلة واحدة في النظام غير خطية تكفي لها تغير النظام كله لغير خطي. فهسه عشان نحل السيستم اللينير مثلا زي هاد، في عنا عدة طرق. هاي الطرق اللي ممكن نحل فيها هذا النظام المعادلات الخطية. الطريقة الأولى اللي هي Gauss's elimination، اللي هي يكون في عنا القطر ليس شرط واحد والباقي صفر، اللي هي diagonal matrix. الطريقة الثانية اللي هي Jordan Gaussian elimination، اللي هي يكون القطر عندنا يساوي واحد والباقي يساوي صفر، اللي هي على تعريف الايدنتيتي. وعادة هذول الطريقتين الدكاترة ما بوضحوهم وما وجدنا انه بيج اسئلة عليهم حديثة. النايف جاوسن اليمينيشن اللي هو يكون عندنا مثلث صفر فوق او تحت، اللي هي بتعبر عن ايش؟ عن اللور والابر، وراح نيجي نوضحها بمثال. الاليو ديكومبوزيشن موضوع كامل عن الاليو ديكومبوزيشن، اولا كيف ايجاد الاليو ديكومبوزيشن، بعدين كيف نحل نظام المعادلات عن طريق الاليو ديكومبوزيشن، والانفرس فانكشن طريقه اخرى. بعديها عندنا مواضيع هامشيه هيك سريعه اللي هي يوز اليو ديكومبوزيشن تو فايند انفرس وسبيشال ماتريكس وتشولسكي ديكومبوزيشن وغاوس سيدل ميثود. نبلش. الطريقة الأولى حكينا اللي هي نايف جاوسون إليمينيشن، فبيحكي لنا السؤال solve the system use نايف جاوسون إليمينيشن، معطينا المتغير الماتريكس الأولى بتكون على شكل الثوابت، هاي اللي هي العوامل احنا بنسميها الماتريكس A. هاي الماتريكس اللي احنا بنسميها X المتغيرات، وهي الماتريكس بي اللي هي بنسميها الكونستانت. فعنا احنا دائما نحكي آلية ضرب الماتريكس بتكون الخط الافقي ضرب العمودي. فعنا هاي لو بدنا نكتبها على شكل معادلات مثلا تكون عنا 2 x زائد 5 y تساوي 9، هاي المعادلة الاولى. المعادلة الثانية الخط الافقي الثاني في العمود الثاني، فبصير عنا 3x زائد 2y تساوي 3. وهاي لو طريقة أخرى لرسم نفس المعادلة، هاي بدون ما نحط x و y، إنه في عندنا متغيرين. ضروري نعرف إنه هاي الماتريكس بنسميها A، وهاي الماتريكس اللي هي المعاملات، وهاي المتغيرات x، وهاي الكونستانت b. فمثلا لو بدنا نكتبهم تصير 2x زائد 5y تساوي 9، والمعادلة الثانية 3x زائد 2y تساوي 3. هسا لو بدنا نحل هذول المعادلات كرياضيات، يا بنحلهم يا بالتعويض يا بالحذف. فلو بدنا نستخدم هو السؤال بيحكي لنا if Gaussian elimination، اللي هو يكون في عندي مثلث صفري فوق او تحت، يكون عند اخلي بالمعاملات مثلث صفر فوق او تحت، فيا بدي اخلي هنا صفر
يا بخلي هون صفر. وبنجرب بالطريقتين. الطريقة الأولى لو بدي أخلي الاثنين خمسة زي ما هي، بخلي الثلاثة صفر، فشو بصير تعديل؟ بصير تعديل بس على المعادلات اللي تحت، معادلات الفوق بتضل زي ما هي، المتغيرات بتضل زي ما هي، x y تساوي المعادلة الأولى بتضل حكينا زي ما هي، الثانية بتتغير. طب لو بدي أخلي الثلاثة صفر شو بدي أعمل؟ بدي أضرب المعادلة الأولى ضرب سالب ثلاث، والمعادلة الثانية ضرب اثنين، وأجمعهم، فبطلع عندي المحصلة هون صفر وهون سالب 11، ولما أضرب هاي بطلع عندي الثابت سالب 21. نعيد مرة ثانية شو عملنا، نضرب المعادلة الأولى بسالب ثلاث، ونضرب المعادلة الثانية باثنين عشان تصير ستة، سالب ستة وستة، وبنجمعهم عشان نحصل على صفر. لما نحصل على صفر في الأسفل، لما نحصل على صفر في الأسفل فهي بتكون أبر ماتريكس. وبتكون آلية الحل كيف؟ بتكون آلية الحل باكورد. باكورد سوليوشن في الأبر. في الأبر. فليش باكورد؟ لأنه عندنا الصفر في آخر معادلة. فما ضل عندنا، نيجي بنضرب صفر في x، صفر سالب 11 y تساوي سالب 21، فإحنا بنوجد متغيرات من آخر معادلة رجوعا للمعادلة لأول معادلة، عشان هيك سميناها باكورد. فلو بدنا نحل بنيجي على المعادلة الثانية ووضحنا ليش، فعندنا صفر في x سالب 11 y تساوي سالب 21، منه بنوجد y، قيمة y بتطلع معنا نوجد قيمة y سالب 21 على 11. تطلع سالب 1.9. عشان نوجد x بنيجي على المعادلة الأولى، 2x زائد 5y تساوي 9. بعوض قيمة y سالب 1.9 وبنقول للطرف الثاني بوجد قيمة x قديش. الطريقة الثانية حكينا إنه يكون عندي الصفر بالأعلى، فالمعادلة الثانية راح تضل زي ما هي، 3 2 هان اكس واي تساوي 9 3. فباجي على المعادلة هاي، عندي هون 5، كيف بدي اخلي 5 صفر؟ اللي هي اخليها لور، حكينا احنا اللور ما فوق الديجونال صفر، فهاي هون بدها تصير عنا بضرب اللي تحت بسالب 5 واللي فوق باثنين وبجمعهم. وبنفس الطريقة بكون عندنا هون رقم كان، نضرب المعادلة اللي فوق بسالب 2 وبنجمعها، نضرب هاي بخمسة وبنجمعهم، سالب 2 في 2 سالب 4، وخمسة بثلاث 15 سالب 11، وهون تطلع عنا صفر، نوجد هاي قيمتها مش 9، ومنها بنوجد الحل. بما انها صفر فبتكون عندنا سالب 11 في x وصفر في y تساوي القيمة، فالحل بكون فورورد. هاي بس للتنبيه، يعني استنتاج طلع منها هيك. بتمنى تكون وضحت الصورة. حكينا الطريقة الثانية للحل اللي هي الـ LU decomposition. الـ LU decomposition كتعريف شو هي؟ to write non-singular matrix A to A تساوي L في U. الـ L شو هي؟ lower matrix، والـ U الـ upper matrix.
اللور ماتريكس شو بتميز فيها لما بدنا نكتبها على شكل اليو؟ اللور ماتريكس الدياجونال فيها تساوي 1، الابر لا، الابر بكون فيها تساوي في المعادله الاصليه في الماتريكس الاصليه. فمثلا بحكي لي find اليو decomposition for A، معطيني الماتريكس A وطالب مني احولها على شكل ال فيو. فباجي المعادلة A، عندي A11 A12 وجميع مدخلاتها متوفر معي. فباجي ال L وال U، شكل ال L وال U بكون دائما ثابت. حكينا انه ال L بكون دائما القطر فيه 1، وال U دائما اول صف فيه بكون نفس اول صف في المدخلات الاصلية للماتريكس. ف A تساوي ال في U. A11 شو تساوي؟ صف الأول في العمود الأول. فهنا ال L اللور بتعبر لنا عن الصف والأبر بتعبر لنا عن العمود. فأنا لما بدي أوجد A بضرب صف L بعمود U عشان أحصل على قيمة المدخل. فلما أجي بدي أوجد A11 بوجد 1 في U 1 ضرب U11. ليش ما كملت؟ لأنه الباقي أصفر وأصفر. زائد صفر في صفر زائد صفر في صفر تساوي U11. فقيمة U11 تساوي A11، كذلك نفس الإشي A12 تساوي U12 و U13 تساوي A13. فصار عندنا اللور الدياجونال فيها 1 والأبر أول صف فيها تساوي أول صف في الماتريكس الأصلية. هس عشان أوجد الـ A21، عشان أوجد الـ A21 A21 موجودة في الصف الثاني في العمود الأول، فباجع الصف الثاني في اللور بضربه في العمود الأول في الأبر. A21 تساوي الصف الثاني في اللور L21 ضرب العمود الأول U11 زائد 1 ضرب 0 زائد 0 ضرب 0. فهيك منتج عندنا A21 تساوي L21 ضرب U11. وحكينا انه U11 بنكون اوجدنا قيمتها ومنه بنوجد ال L21. بنكمل على نفس الطريقة بنوجد ال L31 وهيك لحد ما نوجد كامل المدخلات داخل L وداخل U. نوضح وندعم الفكرة بمثال. بحكي المثال اذا كان عند الماتريكس بي تساوي، معطيني مدخلاتها كامله، فايند اليو ديكومبوزيشن، بس اني احول بي على شكل حاصل ضرب اليو ديكومبوزيشن. فالسوليوشن ال تساوي حكينا الدياجونال فيها بكون 1، وبما انها لور اذا الفوق اصفار. هان في عندنا ال 2-1 L3-1 L3-2. هاي شكل اللور، وشكل الأبر تساوي صيغة العامة إلها لازم تكون حافظها عشان تسهل على حالك. حكينا المدخلات الرئيسية 3-5-7 من الماتريكس الأصلية. بعديها بصير عندي U2-2 وعندي هون U3-3 U23 وهنا عندي 0-0-0. في الأبر بكون العكس، تحت الدياجونال 0. عشان هيك حكينا انه قبل ما تبلش في المواضيع هاي لازم تكون عارف الجزئيات والتفاصيل الأولى. فهسه شو بضل علينا؟ بضل علينا نوجد المدخلات اللي على شكل رموز. فبنيجي المدخل 2 شو تساوي؟ مدخل 2 موجود في الصف الثاني في العمود الأول، فبيجي على الصف الثاني في اللور بضرب في العمود الأول وتساوي L21 ضرب 3. منه نوجد L21 تساوي 2/3. هيك بنكون أوجدنا قيمته. عشان تسهل على حالك تيجي عنده حط قيمته 2/3.
فالمدخل اللي بعديه L3 1 اللي هي الصفر. صفر تساوي صفر تساوي الصف الثالث العمود الأول. بضرب الصف الثالث العمود الأول بيطلع عندي L3 1 قيمته صفر. نفس الاشي هيك بستمر بوجد هام بوجي على المدخل اثنان، بعبر عن الصف الثالث العمود الثاني، باجي على الصف الثالث بضربه ضرب العمود الثاني، فيطلع عندي L31 اوجدنا قيمته صفر ضرب خمسة زائد صفر. L32 ضرب قبل ما نوجد هان لازم تعرف التسلسل، توجد هاي بعدين توجد هاي بعدين نروح نوجد اليو اللي هي القيمة 9. ليش؟ عشان نوجد اليو، لأن لو بدي أوجد هاي القيمة موجودة بالصف موجودة بالصف الثالث العمود الثاني، عند المجهول هاد وعند المجهول هاد فما بزبط. فعشان هيك باجي بوجد 9 تساوي بتعبر عن موجودة بالصف الثاني في العمود الثاني. الصف الثاني عندي هون أوجدت قيمته 2 على 3 في 5 زائد 1 في U22، ومن بوجد U22 تطلع قيمتها 17 على 3. بعديها باجي بعبر عن المدخل 2 تساوي الصف الثالث العمود الثاني. هيك لحد ما منه بوجد قيمة ال L32، بكمل نفس بتبع نفس السيناريو لحتى أوجد جميع المدخلات. بالنهاية بيطلع عندي الأبر واللور، تطلع عندي هنا 2 على 3 وهون تطلع عندي 6 على 17 وهون تطلع عندي 17 على 3 هون سالب 17 على 3 وآخر قيمة اللي هي 7. وهيك لما أكتبهم، هسا الفكرة إنه لو أنا بدي أرجع أوجد المدخل بي وأنا معاي ال ويو بدون بي، معيش مدخلات بي، شو باجي بعمل؟ باجي بضرب ال في يو بتعطيني بي. النقطة الثانية اللي هي إني أستخدم ال يو ديكومبوزيشن عشان أحل المعادلات. إحنا حكينا نستخدم ال يو ديكومبوزيشن بأكثر من شغلة، فوضحنا انه نظام المعادلات ممكن نحله على نايف جاوسيان اليمينيشن وممكن نحله على الاليو ديكومبوزيشن. هسه راح نوضح كيف. الاليو ديكومبوزيشن كمان نحتاجها عشان نوجد الـ انفرس في بعض الحالات، فالاليو ديكومبوزيشن حاول مرن حالك فيها بشكل كبير لانه بيجي عليها جزء كبير من الامتحان. ممكن مثلا في هذا الأسئلة إنه يعطيك use LU decomposition to solve the system، يعطيك ال L وال U جاهزات. ليش؟ عشان يختصر عليك خطوات الحل وما يكون السؤال طويل جدا. فمعطيني ال L وال U، فهنا لما يكون يحكي لي حل نظام المعادلات بعتمد على فكرتين رئيسيات. الفكرة الأولى إنه L ضرب D تساوي B، قانونين حفظ. القانون الثاني يو ضرب اكس تساوي دي. نيجي على توضيحهم من خلال الحل. بعد ما وجدنا ال ويو وضحنا كيف نوجدهم، نيجي بنحكي ال ضرب عندنا هون عمودين دي 1 في دي 2 شو تساوي؟ بي بي 1 في بي 2. هذول القانونين بقدر من خلالهم أوجد قيم المتغيرات X و Y اللي هي هيها في القانون الثاني. L أوجدناها 0 1 0 5 1، فبصير عندي أنا 1 0 5 1 ضرب D1 D2 تساوي B معنا اللي هي 2 8. فشو بس ضل علي؟ ضل علي اوجد قيم D1 و D2.
انه باجي بحكي دي 1 عندي 1 ضرب دي 1 تساوي 2، ومنه عندي 5 ضرب دي 1 زائد 1 ضرب دي 2 تساوي 8، ومنه بتطلع قيمة دي 2 تساوي 2 سالب 2. هيك انا اوجدت مدخلات دي 1 ودي 2، كان عندي 2 دي 1 ثانية سالب 2. باجي بطبق في القانون الثاني، يو في اكس تساوي دي، عندي يو اللي هي الابر مضروبة في اكس اللي هي اكس واي تساوي دي اللي هي دي 1 ودي 2. لما نيجي نعوض الأبر طب بنكون طلعناها أو معطيني إياها السؤال، 1 3 0 سالب 8 في إكس أوف واي تساوي دي 1 ودي 2 أوجدناها من النقطة السابقة 2 سالب 2. فهيك باكورد ليش؟ لأنه إحنا قاعدين بنحل على الأبر، فالصفر في المعادلة هاي في بكون فيها بس المتغير واي، فصفر في اكس زائد سالب 8 في واي تساوي سالب 2، انه بنوجد قيمة واي تساوي تطلع معنا قيمة واي سالب 2 على 8، روح سالب مع السالب وتساوي 1 على 4، منه بنوجد قيمة اكس، نعوض هنا 1 في اكس زائد 3 في واي تساوي 2، قيمة واي أوجدناها 1 على 4 تطلع معنا اكس قيمتها تساوي 5 على 4. لو كان مثلا جايب لي هنا ماتريكس تكون 3 ضرب 3، عندنا اللي هون 2 ضرب 2، لو كانت 3 ضرب 3 نفس الفكرة ال في دي، بس بزيد عندنا ال دي 1 دي 2 دي 3 وبكون عندي الكونستانت 3 مدخلات، نفس السيناريو بكمل عليه وبوجد الناتج. الطريقة الأخيرة تقريبا في إيجاد في حل نظام المعادلات الخطية اللي هي inverse function. كيف أنا ممكن أستخدم inverse function؟ وضحناه سابقا شو بيحل المعادلات. لو كان عندي إحنا بنحكي بنعبر عن المعادلات ب a في x تساوي b، لو أجي أضرب الطرفين في a inverse صار عندي a inverse ب a في x تساوي a inverse في b. لو أدخل الـ A inverse على القوس هاد بتصير عندي A inverse في A في X تساوي A inverse في B. A inverse في A حكينا سابقا إنه الـ A inverse ضرب A تعطينا الـ Identity Matrix اللي جميع مدخلاتها صفر عدد diagonal بكون 1، وحكينا إنه الـ diagonal الـ Identity Matrix ضرب أي matrix تساوي نفس الـ matrix، و I في X تساوي X، ومنه نقدر نحل أي معادلة عن طريق الـ inverse function بإنه X تساوي A inverse في B. تحول بس انت توجد A inverse وتحول نظام معادلة X تساوي A inverse في B، فهون بنحتاج نوجد الـ A inverse. A inverse تساوي 1 على محددة A، وحكينا برضو كيف نوجدها، مضروبة ضرب كان انه بنبدل هذول مضرب هاي في سالب هاي في سالب، 9 2 سالب 5 سالب 3، منها هون نوجد محددة A تساوي حكينا انه 2 ضرب 9 2 ضرب 9 ناقص 5 ضرب 3، بيطلع عندي محددة A تساوي 3. فلو أجي أعوض هون راح يطلع عندي تساوي 1 على 3 في 9 سالب 3 سالب 5 2، وحكينا إنه هاي ثابت ضرب ماتريكس اللي هو ضرب السكيل وضحناه بكون 1/3 مضروبها ضرب كل عنصر داخل هاي الماتريكس، فبتصير عندنا
تسعة على ثلاث سالب خمسة على ثلاث سالب ثلاث على ثلاث اللي هي سالب واحد واثنين على ثلاث. هيك بنكون أوجدنا الـ A inverse. منه بنيجي بنعوض إنه الـ X تساوي XY تساوي A inverse، أوجدناها 2 على 3 9 على 3 عفوا سالب 5 على 3 سالب 1 و2 على 3 مضروبة ضرب ال B اللي هي 2 8. فهيك صارت عندنا 9 على 3 مضروب ضرب الماتريكس، حكينا انه مضرب الصف ضرب العمود، 9 على 3 ضرب 2 زائد سالب 5 على 3 ضرب 8 تساوي اكس. نوضحها بالكتابة، اكس تساوي 9 على 3 ضرب 2 زائد سالب 5 على 3 ضرب 8، واي تساوي سالب 1 نضرب صف ضرب عمود سالب 1 في 2 زائد 2 على 3 ضرب 8. منه بنوجد قيم x وقيم y. وهيك بنكون خلصنا الـ inverse function. بقى عنا الـ LU decomposition to find A inverse. نفس الاشي قانون نطبق عليه. بحكي لنا let A n ضرب m is non-singular matrix. for loop انه يعني تكون عندنا الماتريكس A إلها لوب يعني طويلة جدا، فمثلا من واحد لأن، فبحكي لي عشان أوجد عمود محدد من الـ A inverse ما أوجدها كلها لأنها بتكون طويلة الماتريكس، أوجد كولوم معين عمود معين من الـ A inverse بوجدها على الـ LU decomposition. كيف؟ الخطوة الأولى بحكي لنا L في B تساوي EI. شو هي EI؟ EI هي المصفوفة العمودية اللي فيها عمود واحد جميع مدخلاته صفر عدا قيم i. لما مثلا تكون e واحد، لما تكون قيمة i تساوي واحد، تكون e واحد تساوي المدخل الأول واحد والباقي صفر زي ما احنا شايفين لآخر اشي. لما مثلا يكون قيمة i ثلاث بكون صفر صفر المدخل الثالث واحد والباقي أصفر. فl في b تساوي e i و u في d تساوي b. هيك بوجد الـ A inverse. بتكون قيم العمود اللي فيه قيم العمود المطلوب المدخلات الـ A inverse بتكون اللي هي دي. فمثلا هنا عندي use LU decomposition to find A inverse in the first column في المصفوفة A. بدي اوجد الفيرست كولوم في المصفوفة A. المصفوفة A عندي هنا 2 ضرب 2 فهي سهلة. لو كانت عندي اطول مثلا تكون عندي 5 ب 3 ويطلب مني الـ A inverse في الفيرست كولوم بكون عندي الوضع يعني ما بقدر اوجد الـ A inverse لجميع العناصر واختار العمود الاول نلقي منه الاجابة، لا بضطر اتبع هاي القاعدة. حكينا انه ممكن السؤال يعطيني L و U حتى يسهل عليه. فالجواب هو بده الفيرست كولوم، نيجي نعوض i لما i تساوي واحد. for i تساوي واحد l في b عندنا اثنين b واحد b اثنين عدد الصفوف تساوي e i. هو بده ال e i طالب الفيرست كولوم، فأنا بوجد الـ E1. الـ E1 اللي هي 1 0 هاي بتعبر عن الـ E1. المدخل الأول فيها 1 والباقي أصفر. L في B تساوي E1 ومنه اللور أنا مطلعها 1 بعوض قيمها وبضرب ضرب تبادلي، فعندي 1 بمشي فورورد 1 في B1 زائد 0 في B2 تساوي 1. ومنه B1 تساوي 1.
باجي على الثانية، 3 على 2 ضرب B1 زائد 1 ضرب B2 تساوي 0، ومنه بوجد قيمة B2 بتطلع عندي تساوي -3/2. هيك بنكون خلصنا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بتحكي لنا U في D تساوي B، U في D عندنا D1 وD2 لأن ما عندناش غير صفين في المعادلة الرئيسية، تساوي إيش؟ تساوي B. B أنا أوجدتها من القاعدة السابقة B1 وB2، في الأبر معنا الأبر ماتريكس، وبي معنا ضل علينا نوجد دي، نوجدها عن طريق الباكورد. فصفر في دي 1 زائد -3/2 في دي 2 تساوي بي 1. بي 1 اوجدنا قيمتها اللي هي هون 1 وهون -3/2، فبنوجد قيمة دي 1 تطلع لنا دي 1 تساوي -2 دي 2 عفوا، نوجد احنا شغالين على الباكورد، فدي 2 تساوي 1، دي 2 تساوي 1، ولما نعوض في الصف الاول هاي اللي هو 2 ضرب دي 1 زائد 5 ضرب دي 2، دي 2 اوجدتها 1 تساوي 1، فبتطلع عندي دي 1 تساوي -2. فهسا انا اوجدت قيم دي 1 ودي 2، دي 1 ودي 2 طلعت معي هاي دي 1 ودي 2 تساوي، طلعت قيمهم دي 1 طلعت -2 ودي 2 طلعت 1. هسا -2 و 1 هذول بعبروا عن الصف الاول في الـ A inverse. طب لو بدي اوجد الصف الثاني بعوض مكان اي اي 2 بوجد اي 2، فبتكون 0 1، ومنه بوجد العمود الثاني في الـ A inverse. هيك ان شاء الله بكون بتمنى تكون الصورة وضحت، ولمزيد من التوضيح او الاسئلة في ان شاء الله موجود في الدوسير. السبيشال ماتريكس، حكينا السبيشال ماتريكس فكرته انه يكون عندي تراي دياجونال ماتريكس، ماتريكس مصفوفة فيها 3 قطور رئيسية، يكون فيها هذا المين دايجونال وهذا الدايجونال الثاني وهذا الدايجونال الثالث. فهاي الدايجونال انا المطلوب مني احولها على شكل ال يو ديكومبوزيشن. هسا لما يكون في عندي 3 اقطار وخارج هاي الاقطار باقي المدخلات جميعها اصفار، هاي بتكون سبيشال ماتريكس. كيفية ايجاد ال يو ديكومبوزيشن فيها بيختلف عن الماتريكس الاخرى اللي اوجدناها بالطرق السابقة. فمثلا لما يكون عندي المصفوفة A ويكون عندي هذا هو بنسميه المين دياجونال، مدخلاتها A11 A12 A21 بالتالي وجميع المدخلات الدياجونال، ممكن تكون صفر ممكن تكون غير صفر، اما خارج الدياجونال يجب انه يكون صفر حتى تكون سبيشال ماتريكس، غير هيك ما بتكون سبيشال ماتريكس. فبنقدر نكتبها على الصيغة العامة F1 F2 F3 F4، هاي بتعبر عن المين دياجونال، و G1 G2 G3 تعبر عن الدياجونال هوب، و T2 T3 T4 بتعبر عن الدياجونال اللي هون. فهسا هون هو عبارة عن قاعدة وطبق نفس الأفكار السابقة، ما بيختلف عنه كثير، بس إنك لازم تحفظ شكل اللور وشكل الأبر. اللور بكون فيها عندنا زي دائما الدياجونال، المين دياجونال فيها 1، وبما انها لور اذا ما فوق المين دياجونال 0. عندي تي 2 وتي 3 وتي 4 ستار، تحتيهم برضو 0. اما الابر حكينا المين دياجونال فيها بكون مش 0، فبكون F1 ستار F2 ستار F3 ستار ل F4 ستار. وإذا كانت 5 بـ5 هاي اللي عندنا 4 بـ4، إذا كانت 5 بـ5 بكون عندنا F5 ستار، وعندنا G1 G2 G3. هسا بضل علينا إيش هو إيجاد القيم ل F1 ستار و G1. عندنا قاعدة بتحكي لنا F1 A11 تساوي F1، ف
فدائما قيمة F1 star تساوي F1 وتساوي A11 اللي هي أول مدخل في الماتريكس الحقيقية الأصلية. عندي A12 تساوي G1 و A23 تساوي G2. وهو كيف بنشأ عنا؟ نيجي A12 المدخل العمود الثاني في الصف الأول، لور الصف الأول في العمود الثاني، الصف الأول كله صفار ما عدا أول مدخل، فبتضل عندي G1 تساوي A11، نفس الإشي G2 G3. فقيمة G1 و G2 و G3 هي نفسها A12 A23 A34. هيك بنكون وضحناها. بضل علينا اللي هي T2 star و F2 star. هسا بحكي لنا السؤال، بعد ما انا اوجد انه هاي هدول القيم في اللور واحد وهدول نفس الاصلية و F1 star هي نفسها A11، فبتصير F1 star Fi star تساوي F1 وتساوي A11. القاعدة الثانية بتحكي لنا Ti star بعد ما اوجد F1 بدي اوجد T2. T2 star مثلا تساوي T1 على F star لI ناقص واحد. I ناقص واحد مثلا لو بوجد الاثنين دائما احنا بنبلش من I اكبر من واحد، دائما بنبلش من I تساوي 2 وبنكمل ل N. فT2 تساوي T1 على F1 star. F1 star اللي هي F1 اللي هي A11 أو بنكون أوجدنا قيمتها. Fi star F2 star مثلا لو بدنا نوجدها تساوي ال Fi، تساوي ال Fi أوجدنا، بنكون مثلا F1 ناقص T2 star Fi star تساوي Fi اللي هي F2 على T2 star، بكون أوجدت قيمتها سابقا على G للI ناقص واحد ل G1 بتكون موجودة معي. موضح الفكرة خلال مثال. Find LU decomposition for the matrix. matrix هاي 5×5، فأنا بطلع على جميع مدخلاتها صفار وعندي ثلاث diagonal، فمعناتها it's special matrix. إيجاد ال LU decomposition بيكون على القوانين، فأنا لازم أكون أعرف ال L وال ال L وال U solution. باجي واكتب الصيغة العامة ل L تساوي كان انه الدياجونال بكون عندي واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وفوق الدياجونال بكون عندي صفر، هون بكون عندي صفار صفر 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 صفر، وهون بكون عندي T2 star، وهون عندي T3 star. حكينا دائما بنبلش من T2 مش T1. T2 3 star T4 star، لا تي هون T4 هون T5 star. والأبر نفس الصيغة العامة. فبنبلش F1 عشان نوجدها في الأبر بتكون F1 تساوي المدخل الأول وتساوي واحد. نبلش I تساوي 2. لما I تساوي 2 F1 star T، باجي بوجد F1 star اللي هي F1 أوجدناها. باجي بوجد بعديها T2 star. T2 star على القانون تساوي T2 على F star ل I ناقص واحد، فتساوي T2 اللي هي بتعبر عن المدخل هاب اللي هي سالب واحد على F ل I ناقص واحد اللي هي F1 أوجدناها واحد، وتساوي سالب واحد. منها بوجد بعديها ال F2 star. F2 star على القانون تساوي F2 ناقص F2 هي المدخل الثاني
مقابل F2 يقابله القيمة 2. F2 ناقص T2 star T2 star بكون أنا وجدت قيمتها سابقا على الجي للآي ناقص 1 اللي هي الجي 1 وتساوي عندي F2 2 ناقص سالب 1 على 3 سالب 1 على جيل 1 هيها 3 وتساوي بتطلع عندنا قيمتها 7 على 3. بضلني هيك أوجد عندما I تساوي 3 بوجد قيمة T3 star وبعديها بوجد قيمة F3 star. بكمل على نفس السيناريو لحد ما اني اوجد جميع المدخلات في اللور والابر. بيطلع معنا احنا اختصارا للوقت بيطلع معنا الجواب كالتالي. حكينا انه الجي بتكون نفس اللي في السؤال، اما اللور الدياجونال فيها 1 وجدنا باقي التوي هي T2 T3 T4 T5 والاف نفس السيناريو. قانون لازم تحفظه وتطبق عليه. عندنا الموضوع اللي بعده اللي هي تشولسكي دي كومبوزيشن. تشولسكي دي كومبوزيشن بيحكي لنا انه اذا كانت عندنا الماتريكس A السيمتريك وقتها بكون عندنا الA بنقدر نعبر عنها بدل ال L فيه نقدر عنها نعبر عنها في L في L ترانسبور. فمثلا اذا كان عندنا الA الماتريكس A تساوي A11 A22. حكينا انه في السيمتريك ماتريكس بكون الدياجونال قيم الدياجونال مش مهمة، المهم القيم المتقابلة في الدياجونال تكون متساوية. فهون A هون A، لو كان هون C هون C عشان تكون سيمتريك وعشان نقدر نطبق اللي هي تشولسكي دي كومبوزيشن. ف A ترانسبور تساوي A ومنه A تساوي L في L ترانسبور. ف L تساوي L11 صفر L22 L21. الترانسبور هي قلب الصفوف أعمدة، فهي الصف الأول بقلبه عمود والصف الثاني بقلبه عمود. لما أجي بدي أوجد قيم الـ A11، الـ A11 شو تعبر؟ الصف الأول في العمود الأول موقعها، فأنا بضرب الصف الأول في العمود الأول، فبتصير L11 ضرب L11 زائد صفر ضرب صفر. فـ A11 تساوي L11 تربيع. ومنه بوجد L11 تساوي جذر الـ A. عشان أوجد الـ A هنا هي بالصف الثاني في العمود الثاني، لو أوجد هاي المفروض تطلع قيمة هاي نفس قيمة هاي. ليش؟ لأنها سيمتريك. فهنا A شو تساوي؟ الصف الثاني في العمود الأول، الصف الثاني L21 في L21 في L11 زائد صفر. ليش؟ L22 ضرب صفر. فبتطلع عندي قيمة L21 تساوي A على L11. طب L11 أنا أوجدتها سابقا، فبتطلع عندي A على جذر الA، ومنه نفس الطريقة بوجد الـ A22 تساوي موجودة بالصف الثاني العمود الثاني L21 ضرب L21 زائد L22 ضرب L22، فبطلع عندنا L21 تربيع زائد L22 تربيع. طلعنا احنا قيمة L21 فبنعوضها بنوجد L22 تطلع عنا قيمتها كالتالي A جذر الـ A3 الـ A22 ناقص الـ A تربيع على A11. هيك إن شاء الله بتكون الصورة وضحت. بتجيك مثال عليه نفس الاشي، انك توجد القواعد هاي وتطبق. ممكن يجيب لك تكون 3 ضرب 3 وانك بس توجد القواعد ويكون سؤال حل. اخر موضوع معنا هو موضوع سهل جدا على موضوع linear system equation اللي هو Gauss-Seidel method. هسا في non-linear system كنا نحكي انه اللهم صل على سيدنا محمد، كنا نحكي انه بنجعل x او y او z بكل باسهل معادلة هي موضوع القانون. هنا جميع المعادلات كل متغير فيها موجود لحاله، يعني ما في عندي متغيرين مضروبين في بعض، وما في عندي متغير موجود على شكل أس أو قوة أو لوغاريتمي أو إشي زي هيك، كلهم على شكل خطي مرفوعين لقوة واحد.
فشو ما اختار اي معادلة بقدر اخلي هون موضوع اكس موضوع القانون، وهون واي وهون زد، وبقدر اعكس. فهي نفس السابق، بس انه تأجلناها لهوب نهاية الماتريكس، لانه الماتريكس بتحكي لنا عن طرق حل اللينير سيستم، لانه تكون بنفس المجال يعني. فلو نجعل اكس في الاولى موضوع القانون، تطلع عندنا اكس تساوي 7 زائد واي ناقص زد على 4. لما نجعل واي موضوع القانون، بيطلع عندنا واي تساوي 4 اكس زائد زد زائد 21 على 8. لما نجعل زد موضوع القانون، زد تساوي 15 زائد 2 اكس ناقص واي على 5. هيك خلينا هون موضوع ال x موضوع القانون، هون y، هنا z. السؤال بيحكي لنا do to Gauss's Seidel iteration to locate the solution of the system. ففي الايتريشن الاولى معطيني انه قيم y نوت و z نوت تساوي صفر. هون في المعادلة ال x ننتبه انه مدخلاتها ما في x، فعشان اوجد x قيمة x في الايتريشن الاولى، انا بحاجة فقط ل بس قيم z و y. ف x1 تساوي بعوض 7 زائد y نوت x y z 0 0 على 4، فتطلع عندي قيمتها 7 على 4. هسه لما اجي بدي اعوض y، شو صار عندي؟ باجي بعوض قيمة z نوت و x1 قيمة x اللي انا اوجدتها، وهو بعطيني تقارب اكثر للاجابة من اني اكون مثلا عندي x نوت وارجع اعوض x نوت، فبعوض x1 و z نوت. وضحنا سابقا هذا الحكي في الجزء الاول من المادة. فبتطلع عندي y1 تساوي بعوض 4 في x، x 7 على 4 زائد 0 زائد 21 على 8، بطلع عندي الجواب 7 على 2. نفس الاشي عشان اوجد z بحاجة الى x1 و y1، انا اوجدت قيمة y1 فما برجع بستخدم y0. فz تساوي بعوض 15 زائد 2 في 7 على 4 ناقص 7 على 2 على 5، الكل على 5، بيطلع عندي الجواب زد تساوي 3. في الاتريشن الثانية واي تساوي 2، نفس الاشي برجع بعوض قيمة واي 1 وزد 1 عشان اوجد اكس 2، تطلع عندي اكس 2 تساوي 7 على 4. نفس الاشي عشان اوجد واي 2 بحاجة إلى x2 و z1، تطلع عندي قيمتها 15 على 8 مش 7 على 4، 15 على 8. وهان عندي y2 بتطلع عندي قيمتها 63 على 16، وقيمة z عشان أوجدها بستخدم y2 و z2، z2 هاي z1، z2 تساوي 2.78. هيك ها الحمد لله بنكون انهينا موضوع الماتريكس، وان شاء الله يا رب نكون غطيناه بشكل كامل. سامحونا عن اي تقصير، يعطيكم الف عافية.